أكدت القوات الجوية موعد انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر انعقاده في مايو 2024 بمطار العلمين الدولي. جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر. في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفي العالمي عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 والمقرر انعقاده في مايو 2024 بمطار العلمين الدولي. وأكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية الجوية والتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى افتتاح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء. وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة. كما أشار اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة إلى أن الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم في تنمية الدولة وتحافظ على الدور الريادي لمصر في المنطقة. وأعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة في المعرض، حيث سيقدم استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة. من جانبه أكد السيد توماس جونت المدير التنفيذي لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 سيكون تجمعاً هائلاً لكبرى المؤسسات العاملة في مجال الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، لافتاً إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في دورته الأولى، منوهاً أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية. ومن المنتظر أن يشتمل المعرض عرضاً مفتوحاً لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي، بالإضافة إلى عروض جوية مثيرة، مما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزاً متميزاً في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.